نروح بقى لجنه الطفل بالنادي الاهلي، واللي نظمت كان مهرجان ترفيهي جميل جدا بملامح فنيه تراثيه ونوبيه تحت اشراف اللجنه العليا للجان. خلينا نروح نتابع. النهارده احنا في الشيخ زايد عندنا مهرجان عروض مختلفه، عندنا يوم نوبي، يوم فلاحي، يوم صعيدي، تنوره تركي، الى جانب ان احنا عندنا كمان الرسم على الفخار. الحقيقه برضو الاولاد عندنا طاقه ايجابيه وهم داخلين، لان هم كانوا محتاجين ده بعد فتره الامتحانات والدراسه والدمج اللي احنا بيحصل فينا والضغط في الاسره. بكره ان شاء الله هيبقى عندنا في الجزيره، عندنا فان داي في الجزيره بكره، وعندنا شعرايس وارجوز برضو يوم مرح كده، بنحاول ان احنا ندخل البهجه والفرحه في الاسره في الفتره بتاعه النص السنه. احنا عندنا كمان بلان موجوده معانا في فتره الاسبوعين الجايين، هنبدا نعمل حاجات ان شاء الله للاسره والاطفال في الثلاث فروع. بنحاول ان احنا بقدر الامكان قبل ما ندخل الترم الجديد هنكون وصلنا لمرحله ان احنا فضينا الطاقه السلبيه اللي موجوده عند الولاد. احنا دايما لما بنحب نعمل الايفنتات بتاعتنا بندمجها دايما بتعليم او تنميه مهارات الى جانب يعني الفرحه او البهجه او السعاده مع مجموعه استعراضات فنيه ينبسطوا بيها، وان شاء الله اجازه سعيده دايما. نتكلم على اليوم النهارده، احنا في لجنه الطفل بنحاول نعوض الولاد بقى عن فتره الامتحانات والطحنه اللي كلنا كنا فيها اولياء امور واطفال، فعملنا لهم برنامج حلو لمده 3 ايام ورا بعض اول اسبوع بعد الاجازه على طول عشان نكسر بقى حاله الملل ديت. امبارح كان عندي في الاهلي فرع مدينه نصر، كان عندي ايفنت حلو قوي الحمد لله، لقى استحسان عند الاولاد واهاليهم. كان عندنا امبارح اعمال يدويه كرافت، كان عندنا اراجوز كلاون، كان يوم حلو قوي الحمد لله، والحمد لله كان ناجح. والنهارده بقى بنكمل بقى الفرع الثاني، وان شاء الله بكره فرع الجزيره باذن الله. النهارده تنوره، اعمال يدويه، قلل، وطبعا انا هتجنن عليها بصراحه. في بقى فقرات كتير قوي النهارده ان شاء الله هنعملها للولاد، وباذن الله بكره بقى نختم باذن الله فرع الجزيره ان شاء الله. بدأنا إجازة نص السنة، فإحنا حابين كنا نبتديها باحتفالية مع الأطفال بداية من سن 4 سنين ل14 سنة، يحتفلوا بقى معانا بجزء ترفيهي موسيقي. الولاد بيرسموا بيلونوا بشكل كويس، البيرنتس اللي موجودين او اعضاء النادي الاهلي مبسوطين جدا طبعا بالاحتفاليه دي، بيخرجوا طاقتهم بيجوا النادي على طول. فبما اننا بنيجي النادي على طول تمارين وحاجات روتينيه، فاحنا بنطلع عن الروتين ونخلي الولاد تشتغل بشكل افضل. يعني حبينا ان احنا لجنه الطفل نحتفل ببدايه الاجازه بتاعت نص العام، فطبعا لازم نحتفل بحاجه تدي بهجه على الاطفال. فالنهارده اليوم عباره عن يوم ترفيهي للولاد، عباره عن فقرات استعراضات مختلفة ريفية ونوبية، بعض فقرات مختلفة ومنها الرسم على الفخار. طبعا هنختار أحسن الرسومات المميزة بين الأطفال. طبعا الرسم ده هواية جميلة جدا، بتعبر عن ان كل طفل بيطلع كل كبت جواه، كل حاجة يعني جواه بيطلعها بيعبر بيها على الرسمة اللي قدامه.